لافامي. المهم جيتي مون نقول لكم واحد الحاجه ما يعني فكرت ما باش تدخل لي لعقلي ما باش تفهم ليا. وبغيت نسولكم نتوما علاش هاد لافامي بنات الليسي تيكونوا رجليهم كبار؟ علاش ما فهمتش؟ قولوا لي علاش يكونوا رجليهم كبار؟ علاش ما كمل من البنات اللي سي تاهما شدارو لك تاهما ديجو تاهما هاد النهار ما لهم ما لهم قلت رجليهم كبار وانت رجليك زين انت رجليك راه كبار يرحم ديال يا خايب الحاله كلشي درتي عليه. والله ما هضرت معاك والله ما هضرت معاك عايز كاي واخا البنات اللي سي ما لهم انا تاهما ولي هضرت معاك رجليك انت واش ما جبتهاش هي ما جبتها انت وعشت تجبد الناس اللي بعاد عليك مال البنات اللي سي تشكو فيه وما النميمه ما مزياناش تجبد البنات اللي سي اش بغيتي فما جاروا ليك انت على انت رجليك انت ما كبارش صغار ديك رجليك شحال عندك في النمره يا الخنز يا الحامضه تخصك راسك شوي عد علاش حتى الاخرك هكا قلت لك انا رجلي فيهم ريحه السبرجيله وراه ما غسلتي ما تغسلهمش جلس لقصي فراعيد من هضره معاه. المهم ما جاني واحد السؤال في انستغرام المهم حتى شي صوره قال لي نسولك واحد السؤال قال لي نسولك صافي واجده اش بغيت تسولني وتسني بعدا قال لك امي قريت واحد الكومونتي فواحد البنت قالت لك واش امي انا تبغي نتزوج ونعيش على برا مع مراتي اش جبت على برا انت بعدا باقي كاع ما جمعتي بيبي من فراشك بحال بحال تتزوج على برا اش على برا انا ملي الزواج هو اللي خصك انت ما غادي تتزوج كاع اش نبقى باي انا تبقى هاك وهاك تشوف شي حاجه حتى تشوف بعدا حتى دير سكنك ودير اش بغيتي دير حتى دير مستقبلك وفين تسكن بعدا ماشي الزواج هو الاساس خصك دير السكن فين تسكن ندمت اش سولت كاع ندمت ولا عصات في السؤال هي اش بيتي دابا مزدت عليا راسي بالصباح اش بيتي كوني تردك دابا نقول اش بيتي ما عرفت ديك من الصباح قلت لك انا شعلي صايبيك البلا راه خلقت اختك من الليل وقعت عليك في الليل والله الا بغيتي خلا باب بلوه كوني تردك وسكتي ما عرفتش عليك انا هاد التلفازه نهائيا كاع والله التليفون راني صفرو حتى التليفون حدا ما معاش الا بحاجه قلت لي البنت ثاني حتى تليفوني شنو ندور لك التشيت ما ندور حتى شي حد حتى التليفون ما ندور خليت حتى حتى ما ندور ندور لك البوي فريند ديالك لا ما ندور حتى حد انا ندور نهضر مع بنتي حتى ساعه حتى غادي ناكل ما بغيتيش بوي فريند ديالك ما بغيتوش نهضر ما نساش البوي فريند ما عندهم ما يعطيني فري لا فري وان شاء الله حط اش غادي تكون بوي فريند حط اول راجل حط الله يفر لك ان شاء الله الفرنه الاعضاء دابا نسير على امك ونوريك بوي فريند دروك سميتو طيب ياك جبتو كاع هي اش بغات هضره التفاهم مرحبا مع اختي مرحبا مع اختي مرحبا مع اختي كيفاش الدريه نعمر هذا ليك انا نعمر هذا شكي حشمت كنت انا وياك ثلاثه سته اربعه سته ياك هذو الواد اللي عندهم سنه بلا ما يدير لاباس عليك فيك. البنات انا هي مزوجه مين بغات تحناش ديال النمره ها من النمره تما ياك بغيتي تاني انت بتجي صافي يلا سلمي عليهم ايوه ايوه والله نسيت اليوم شحال ترخيصه امي مشيتي مع با ب 40000 ريال يقدر الى 40 والله ما نكذب عليك با حتى هو سقرام ها
والله ما عطاه صدقت يكون فيه شحال محفوظ فيه راه عندي نخدم معاه. انا غير هذيك الورقه لا ما كاينش ما فهمش اليمين ما عرفتش هما برخص على 6 درهم داك الطلع برخص على 15 درهم اسمع 15 درهم ونرجع له صح جاب برايم 60 ريال ياك حلوه وتفا ومن على حساب المستقام ديال الخن عندي هنايا يلا غادي نشوف راه عندي شحال راه عندي غاتشني باش نقفلك مرة قلت له والدة جيك وتقول لك حنا من لي فون ديالك شي حاجة بزاف والله العظيم على اختكم هدية افهم يا مجمع انتي منين جيتو من طريق اوريكا هادي مو ديك سنو الطوبيس ساعتين مجي سنو الطوبيس باش عندي شكرا بزاف اللي جيتو شو سميت كنتي فاتحة انتي ديك اسيكم فاتحة وراجع سنو الطوبيس زيما ازا شو ما هي تيتي زانت لعقين اسمع لك لذلك رجاء دماء عمرش كنت منجح سنو سميت قولي لامي سولك يلا سيتي سيتي سول ليلى لا لا هو صورة شاكو كرة مسعك كا سري في حاجة سري في حاجة انتي خلعتيها سري في حاجة شو تجي الله بيت نصورة سكات كان الله تطلق الله تطلق عليا لا فامي نعم امي ديرو جيم رحت لكم صباح جينا من ويدا ديرو جيم وخبطو لا كومونتات اب اب مي اش يديرو لا فامي انا نشتي نفسك شي قزبره بعرف قلتيها والله مسخك ولا بغيت نلبس وفاه شغلك حياتي هذيك هادشي جات تلمك هذا بنعطي لمك هادشي نوفا قال لي زنوبه امي تتحمق هاد مول الحانوت هاد تبقى تعطيها الدفا طب 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 طنت شي بحال هاد الوقيته هادي يلاه اللي بغا يجي وي وي داك عمر اللي كيتبع لي صورتي ما لا علاش ويلي معايا السيده والناس الجوقه وعبرت تشوفوا فيها كلهم من تصور متكبره انت معايا المراه انت شي وسمك كواش باش شي وسم بس عيسى وين غادي راه عارفني فين غادي ما عرفت ايه لا فين غادي إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على الجرس لتفعيل الفيديو يوراها كانت بينا عندي شوفت الخينة وها هضرة اللي قالوا كينا